أكو صورة يوصفها الرسول، والله تبكي. فكروا معي، عيشوا معي، عيشوا معي هاي الصورة. الإنسان الميت يبقى يحس بالآخرين إلى أن يدفن، وهو في القبر هو يحس بمن موجود. إيش إحساس مثل الواحد اللي شبه المغمى عليه، يعني مبات واحد مثل شبه مغمى عليه، يحس إنه بده تحكي الناس بس هو مغمى عليه، يحس بها هكذا. وما دام الناس قريبين عنده يقرؤوا له قرآن لا يتقرب إليه، يعني الملكين ما دام يقرؤوا له وهو مأمن بيهم، كأنه بده يحس بالعزوة بالدفء إنهم موجودين يمه. تلاحظون شوف ربع ساعة يبكون، واحد يولول والأم وهذا، وحدة تقول له يا أخويا، وحدة تقول له يا أبويا، وحدة ما شنو، وين تعوفنا ما شنو، هاي كلها هو عايش بها ريلاكسيشن، باسترخاء حس بيها. ويقرأوا له قرآن، قد يبقون ربع ساعة، نص ساعة، أقصى شي ساعة، يبدأ شوية شوية. كانت هوسة وجلبة، فدميت واحد على القبر، هذا والله الله وعياط وما أدري شنو هذا، ورا نص ساعة تقل، يبقون بس البنت والابن وهذا، ورا ثلاث أربع ساعة ما يبقى غير بس الابن والزوجة. ورا ساعة يجون أخوته، يلا بعد خلاص راح، راح الرب وشنو، تبقى آخر شيء مرته أو بنته أو ابنه وشنو، ويحس بأقدامهم وهم يغادرون القبر. صوت بعدين يخفت الصوت مثل الفوليوم اللي تقلله، صوت يخف وبعدين سكون مطلق. أنت وربك خلاص، ليس لك علاقة بالدنيا أبدا، آخر شيء بعلاقة لك بهذه الدنيا هي هذه، من يسحبون مرتك وابنك وبنتك شوية شوية، وهذا شوية تحس بأقدامهم يروحون، كان يقرؤون قرآن انت، هو يروحون بعدين الصوت ينقطع نهائيا، سكون مطبق. هنا يبدأ الحساب، أنت وعملك الصالح، أنت وما قدمت، أنت وما حملت، أنت وتجارتك التي ربحت أو بارت.